ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث المقرر إنها تحصل النهاردة، وحنتابع تفاصيلها في التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر جلسة حوارية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمقر المجلس في ماسبيرو. وعقد من قبل اجتماع رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25 و26 سبتمبر، واللي بتنعقد لأول مرة في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ. النهاردة وفقاً لما أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية، هتعقد امتحانات أبناء العائدين من الخارج اعتباراً من اليوم الموافق 9/9/2023 بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بمدينة نصر. وتم تجهيز الامتحانات لكل الطلاب اللي تقدموا إلكترونياً على بوابة الأزهر وحصلوا على أرقام الجلوس، وتم اختارهم بموعد الامتحان والموقع الجغرافي للإدارة من خلال الباركود المدون على استمارة التقدم. النهاردة وفقاً لما حددوا الجدول الزمني الذي أعلنه مكتب التنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد. وبيستمر إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لمدة 3 أيام في الفترة من السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا، من أهمها مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب أوكرانيا الساعة 7، ويلتقي منتخب شمال مقدونيا مع منتخب إيطاليا الساعة 10 إلا ربع. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب كوسوفو مع منتخب سويسرا.